مرحبا بكم الناس كل هيك، شكر خاص لاصحابي والناس كل هيك على الدعم اللي جاني. الله لا يحرمني منكم الناس كل تبانسة والذرية وجماعة الغربة كل هيك وباجات وجروبات وكل هيك. نحبكم برشا 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 برشا، بوسة من القلب. الله لا يحرمني منكم ان شاء الله الناس كل هيك، وميرسي باش الفضل كل هيك. الله لا يحرمني منكم الناس كل هيك. مرحبا كفارة. هم أصحابي، نشكر الناس كل هيك. تبارك الله عرفت شكون أصحابي، وعرفت وقف معايا، وعرفت شكون ما وقفش معايا. وميرسي، مانيش باش نجم نسمي الأسامي، برشا 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 باش نحاول نسمي أسامي، وإن شاء الله يا ربي ما ننساش. ديجا راهو برشا خدموا معايا ووقفوا معايا في الخفاء، هذوكم نشكرهم برشا 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 برشا. ونشكر برشا، نشكر المجتمع المدني، نشكر الجرديه كل هيك، توانسه كل هيك، اصحابي خاصه بسام باشا. تحيه ليك خويا الغالي، الله يبارك لك في صحتك ان شاء الله ود القصرين. نشكر ديجيتال ماي ديجيتال اي اخونا نتاع المانيا ذاك اللي حل لايف البارح. اي هاي اصفاقسي ذاك. نشكرهم كل هيك، عم يونس المجتمع المدني، صابر جبار، حنين بقر، شكون اخر يا ربي ما ننساش. نشكر حتى رئيس الفرقه، النائب رئيس الفرقه اللي بحثني يعطيه الصحه تحيه. نشكر رئيس المنطقه، نشكر الناس كل هيك وقفت معايا كل هيك، يعطيكم الف صحه على الدعم اللي جاني. الله غالب كيما قلت، رامي يحبوش الراجل خويا الحمد لله. نشكرك انسى خويا، راي برشا انسى خويا، ربي يبارك لكم ان شاء الله في صحتكم. اما عرفت اصحابي كل هيك وعرفت. نشكر زياد تريكي، راي من ننسى العباد. نشكر زياد جاري، نشكر باجيت اعتذر كل هيك، نشكر سلامه مليك يعطيه الصحه. اما اكثر شكر يا ربي حناني، ونحب نشكر شكر خاص باش تعرفوه. نشكر مرته الساعة اللي كلمتني أول مرة، ونشكره شكر خاص. نشكر إيمان بنت المتلوي، مرت صاحبي الله يحط المحامي متاعنا، صاحبي البدراوي، يعطيك الصحة يا صاحبي. صاحبي وقف معايا وقفة الذين. نشكر نادية جلولي بعد اللي وقف معايا كوليكا. أما نشكر خاصة صاحبي البدراوي، وقف معايا في أزمة بالرسمي ما كنتش نصوره من أول البحث، وقف معايا ومتطوع مسكين. يرحم والديك وربي يثبت أجرك، وميرسي لمرتك أخويا جماعة الناس كل هيك. وعرفت برشا باجات معناها اللي وقف معايا، وعرفت ما وقفش معايا. وديجا كما قلت لكم معناها باش نحكي حكايات، ربي يبارك لكم الناس كل هيك، وذكى دعمكم ليا، ربي يخليكم ليا وليا حرمك ما لا يحرمني منكم. والله كنت حبيت نحلى، كنت نسلم على أصحابي وحبيت الناس كل هيك. نحلى لحمة الجريدية، عجبتني لحمة الجريدية. الله لا يحرمنا منكم الجريدية إن شاء الله، الله لا تيحنا بينا إن شاء الله. إن شاء الله ربي اللي مشمل الننساء والرجال والعائلات والطاجات والجروبات الكل هيك. شفت اليوم حسيت روحي عندي بالرسمي عائلة في تونس، ونحيي جماعة الخارج لوقفوا معايا، وبالرسمي حتى نحيي حتى وكيل الجمهورية مانيش تلحس لي هو، يعطيه الصحة على الوقفة وقفها معايا، وعلى معناها الحسن الضيافة اللي عملها لي، والمنطق اللي حكى بي معايا ودعمني وشجعني وقال لي واصل زمال، أما نقص القباحة به. باش نوجه نداء آخر لحاجة أخرى به، ديجا ماك شفت القانون يخنوا بالقانون، ديجا كشفت هما ديجا ياك شفت اللعبة تلعبت لي وكذا، وهذا كل فاهمين انت، ما شفت التوقيفة اللي جتني وكذا به. انا لتو ما زلت ما خدمتش اوراقي، اما اوراقي باش نخدمها على شو عجي. انا ديجا التوقيفه هذه علمتني برشا حاجات باش شفتك حكى الفلفل وكلي هما مو السبوري على برشا كلام، معناها اني ما نجمش نقوله، معناها ممنوع عليا، ما خدموا بالقانون هما، وتوقفت في 3 ايام، معناها توقفت معناها في ساعه. انا ديجا ما زلت ما خدمتش اوراقي، فهمتني ولا؟ انا عندي برشا مصايب في التليفون، مش برشا مصايب باش نخدم بالقانون. انا عندي تسجيلات وعندي رشاوي وعندي مصايب ربي كلها، معناها راما ورقي لتو ما زلت ما كشفتهمش، وراني ما زلت لقدام. يا نخدم بلادي على قاعده، يا نخرج منها تونس هذه، واحده من الاثنين. طبقوا القانون ان شاء الله، القانون يطبق في اقرب وقت ساعة، فهمتني ولا؟ ممكن الجمعه الجاي باش نبدا نهبط على برشا في الساده اللي هنايا، راني ما زلت ما خدمتش اوراقي، اما بالقانون ما قال لك بالقانون نخدم بالقانون، لا شتم ولا حكم فلفل ولا شيء. انا حكيت بنيه وحكيت بكذا، انا مش نخدم بالقانون ان شاء الله، القانون يطبق عليهم هما كيما طبق علي انا. للشو علي توانسه مش هو حتى حد، انا انسى بكت علي مش هو حد، اما ان شاء الله راني باش نكشف حاجات ما عمركم باش تصدموا، راه وراي فاهم اكبر المسؤولين راه
فيها من أكبر المسؤولين. أنا عندي فيديوهات مش تربط بركة، إن شاء الله يطبق قانون. عندي تسجيلات مش تربط بركة، أنا عندي ديكسيونات متاع وحايد مش تربط بركة. أما إن شاء الله نحب القانون يطبق كما تطبق علي أنا توقفت، يطبق على نفسك وليك. أنا ماني غلط، خلصت حتى هما إن شاء الله يغلطوا ويخلصوا. راني كما قلت لكم راني ما خاف من حتى حد، وراني كي مشيت من الأول راني قادم على الحبس عادي جدا. فهمتني ولا؟ أنا كي مشيت سلمت روحي وحدي وقلت له أخوي اخدم خدمتك. نشكر الناس كوليكا، ونشكر حتى على فكرة مندوب راني ما عندي ما حتى مشكلة. تحية لي ديجا ظهر معناها من الفاميليا متاعي، ظهر ولد فريانة معناها ولد مجد بن عباس، وراني حاب نوصل له ميساج أخوي ربي يحميك، وديجا حتى عائلتك نحكي أنا وياهم، أنا ديجا أنت في بالك بها، ربي يسترك ربي يحميك. أما إن شاء الله كما هما قالوا القانون اخدم بالقانون، وماذا بيك ما تقبحش. إن شاء الله هاني باش نخدم بالقانون، وباش نهبط بالقانون، وباش نكشف بالقانون، وخلينا نشوف القانون يطبق علي انا بركه ولا عليهم. هذاك اللي حبيت نوصل له. ان شاء الله الناس كوليكا ننصح اصحابي ما توخروش اصل راي الدنيا نهايتها مده. كان احنا اللي قلنا حقنا في تونس هذه باش نكشف فساد ولا باش نعملوا كذا. هاي الدوله معانا نوروا الراي العام، هاو فما سراق، راي فما كذا، راهم هيك متخلفين، راي عندي برشا قضايا تربط، عندي قضايا نتاع زناق، تسجيلات يهدوا فيهم، تسجيلات برشا حاجات انه ما عندي، ما زلت ما هبطهمش هذوما خاليين اخر ورقه. وراني مانيش انا بابا، راني ما نرحموش اصل، قالوا بالقانون نخدم بالقانون، كل شيء بالقانون. حتى كان هبطني مصحى على روحي باش نهبط، هاو الفساد، هاو كذا، هاو كذا، هاو كذا وكذا. انا ديجا ما خدمش اوراقي، هما مو خدموا اوراقهم وكذا، وخدموا لي اللي حاجته بيه، هما رمدوني وتمرمدت. ما تقولش ما تمرمدش، راني من امس تمرمدت لتو، معناها ما تقولش انا من امس ما لقيتش لتو. يعني علاش توقفت اني عاونت عايله، ما عندي حد شيء. حتى كان قلت كلام قلت معناها مانيش صحافي ولا كذا، ما نعرفش معناها القانون. هيك حكيت من قلبي شويه عليك الصغار وعليك المراه هذيك، هذاك اللي حبيت نوصل. اما نعطيك حاجه، راهو تعرفوني يا اصحابي حبيبي، راني ما نوخرش اصل، وراني راهو تهنى، راهو موضوع عضايا راهو تهنى، راني نضرب الغدوه الصباح على بلادي هذه، وما عندي حتى حاجه. وبالقانون ما احلاها القانون يا اخويا، والله ظهر سمح القانون. ان شاء الله القانون باكي توقفوا كيفينا برك. هذا كان حب انا ان شاء الله ديجا باش نخدم حتى مع وكيل العام، باش نطلع وكيل العام نخدم هذه الدوسيت. هذه ماهيش نتاع باجات، ما بعد نهبط في الباجات باش نفضح الكاز. علاش هما كيحبوا يصوروا هما يطبقش من القانون، اما يطبق على القانون. فهمتني ولا؟ ونخدم حتى مع سيد وكيل الجمهوريه. انا ديجا عندي عصابات هنا نتاع سراق، عصابات وكوادر اصل هما يا حصل له وبركه الله في من الناس اللي دعمت لي واللي بعثت لي برشا في ضايح نتاع المسؤولين هذوما. ان شاء الله يا ربي حنا باش يهبطوا كيما هما هبطوا العباد، ويعودوا يشهروا بالعباد، حتى حنا باش نشهروا بكم، باش المسؤول اللي بعدك يتربى ويولي يخدم بلاد هذه على قاعده. نعطيكم حاجه، لا ناكلت فلوس حد، لا ظلمت حد، راني حبيت نعاون العباد. غذتني اللي مراك شفتوها، هذيك بلادنا، ان شاء الله ربي يحمي بلادنا. انا اللي نتاع السياسه ولا تحت السياسه، تعرفوني راني نبيع في الدقله، نعمل في ديار مسكون، نعاون في العباد. هذيك ما عندي لا تنسى السياسه ولا شيء، ننغر على بلاد نشوف الظلم، معناها القانون يطبق نعلق الليل اللي هما ما يطبقوش عليهم القانون. ان شاء الله هادي جا تعلمت برشا حاجات انايا. قالوا لي زمال حتى وكيل الجمهوريه يعطي الف صحه الصراحه، كلمه الحق نقولها. قال لي زمال صور على روحك، اخدم على روحك، ما تخليش خويا الكلام نتاعك ما توصلوش الشيء هذاك. خذت كذا الدرس من الحكايه هذه، وديما نتعلم وديما نتعلم. هما السبولي على كلمه حكى الفلفل، السبولي على كلمه اني كذا، ما شافوش اني ننقذ في عائله، ما شافوش اني راني نحكي من قلبي، راني شاعل. انه هو حطه في اي موقف الواحد راه باش يحكي بالطريقه هذيك. فهمتني ولا؟ ان شاء الله نقولوا قانون ياخذ مجراه، ان شاء الله ديما نقولوا ربي يحمي بلادنا، وان شاء الله تعدى الايامات هذه على خير، وان شاء الله نقولوا ربي يستر بلادنا. ومجلسي الناس الكوليك اللي وقفت معايا، وانا كان اللي قد دعم، كان اللي قد بلادي هذه باش نكشف الفاسدين هذوما، كان اللي قد برشا ضغوطات، راني تونس خارج منها، يهزيني منها، كان اللي قد بالرسمي اني باش نحكوا على بلادنا، ما قال اكشف الفساد، ها باش نكشفوا الفساد، باش نكشفوا شيء. اذا لقيت كا خلينا نهجوا منها البلاد هذه، وما عادش قاعد في راسك كان عبد يقول الحق يتربط. يا خويا هكا ومعناها ما فهمتش معناها. شفتوا انتم ومن غير نبدا نفسر، والناس تصطاد في الماء العكر، وك عارفني في ساعه ما نزلك في الكلام انايا، يلزمني حتى قبل نحكي يلزمني نوزن كلامي قبل ندنى. هما سبولي كان علي الكلام، هما ما شافوش اي نعم منعت عائله، ما شافوش اني قديت، ما شافوش اني كذا، ما شافوش اني تبارك الله عملت برشا حملات ونجحت تبارك الله، وقلنا الدوله عايز، ما شافوش السمحه نتاعي. شوفوا كان او زمال يتكلم او كذا، او زمال او كذا، زمال او كذا، شوفوا الباهي نتاعي ميساج، ما شافوش، شوفوا السمح والخير. صحيح راني معصوم من الخطا وما زلت نغلط، ميساج نتلموا الناس الكوليك. اما الحاجه اللي عجبتني
محلها الوحدة متاع الجردية اللي شفتها اليوم. ما نحكيش على الباجيت وقفت معايا من برا وكذا وكله برشا الله يرحم والديك. أما اليوم عجبتني كنت تلمينا جردية يد واحدة نساوي رجال. هذا كمان نلوج عليه. هذيك النقطة أنا نهار أخر يتيح صابر يعني نوقف معاه نوقف مع بعضنا. اما خويا نقول ربي لم شملنا ان شاء الله الناس الكل هيك ونشكر الناس الكل هيك. راني حتى ولو شفتوني خرجت على السيطره راني نعاون في بلادي ولا عندي طموح سياسي على فكره باش ما نقولوش لاني نتاع بلديه ولا تاع انتخابات. النهار باش تلقاني نفتش على انتخابات ولا نفتش على كذا عندك الحق الوقت هذاك ادفل في وجهي راني نغر على بلادي جيست اكاو بلادي هذيا راه كم حربوهمش حنايا عندنا برشا امثال زمال في تونس لازم نوقفوا على بلادنا. مسؤولين مش قاعدين يخدموا مسؤولين انه يطبق القانون كان على القليل. شفت وانا في لحظه قلت كلمتين اتوقف الطول ان شاء الله توب القانون ان شاء الله برشا دوسيات ورحمه بابا لما تصدموا يا الدوسيات اللي جتني معناها مش قضيات معناها كيفاش مسؤول يحكم فيه مقاول ومسؤول ميساجات واصواتهم كلها باينه وقضايا متاع الزنا ودي برشا حاجات ان شاء الله باش تهبط لكم في اقرب الوقت. ونحب نقول حاجه راني والله العظيم راني حتى كي مشيت قدمت روحي ناوي علي الحبس الحمد لله اللي تربطت على شراب اللي بحدكم لا عندي لا نشرب لا نسكر لا نعمل حتى شيء اللي عنده دوسي هبطوا على زمان. هذا اللي نقول لكم ربي يحميكم ان شاء الله وربي يلم شمل الناس الكل هيك وربي ان شاء الله تونس هذه راهي فيها رجال كما غصمه فيها رجال وراو الدعم كلكم انتم ان شاء الله ان شاء الله يا ربي نعمل مستحيل. راهو ما عنديش جهويات راهو بنزرت طاوين يستحقني بنزرت راني بحذا يستحقني من طاوين راني بحذا اصفاق سيبو زيدي اي حاجه اي باج معناها تلم كشباب احنا شباب ولا كبار ولا كذا يلزمنا خويا تونس هذه رانا احنا قاعدين فيها مهمش هما رانا احنا قاعدين فيها. واللي يحب يخدم بلاده يبعد على السياسه صح لا تبدا حال فمك تقولي نتكلم اني باش نشد انتخابات ولا باش نفتش على رئيس بلديه ولا باش نفتش على حاجه كان باش تدخل على طمع ماذا بيك ما تدخلش فيها السياسه باش تنغر على بلادك انغر من قلبك واخدم بلادك كان باش تدخل وتبدا تفلموا هاني اني نحكي نلم في شعبيه باش نشد بلديه ولا نلم في شعبيه باش نشد في مجلس النواب هذا كل نحو في هذاك عندي نقرا ومش وراجل وما يجي حتى شيء اللي يخدم على مصلحك كا مصلحتك اخوي خليك حر ابني ولا خليك حر خليك رجال خليك ديما مبدأ متاعك وحدك ما تخذل حتى واحد مسؤول خليك ديما ليبر خويا هيك راجل عايش وحدك. ربي يحميكم الناس الكل هيك نحبكم برشا برشا خويا محلاكم يا خويا كلام يا خويا زمال عقد توب زمالك هذاك يودي جن ونيقي هيك زمال ربي يخليكم لي الناس الكل هيك نحبكم برشا برشا.